اهلا بكم متابعي اليوم السابع من داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه، الاداره العامه للتنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس للتعرف على الحاله الجويه اليوم وعلى مدار ال 72 ساعه القادمه. بيستمر انخفاض درجات الحراره الملحوظه على كافه مناطق الجمهوريه خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل. يمكن احنا اليوم بنشهد زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، لكن الكتل الهوائيه المؤثره على جمهوريه مصر العربيه ما زالت كتل هوائيه شديده البروده، كمان نسب الرطوبة فيها منخفضة، فبيجعل إحساسنا خلال فترة النهار بارد. طبعا حالة الطقس خلال فترة النهار بارد على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات السواحل الشمالية للبلاد، أيضا محافظات شمال الصعيد. بيكون معتدل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترة النهار، لكن خلال فترة الليل الطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، اللي بيوصل كمان للبرودة القارصة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر. أيضا الصقيع بيتكون على المزروعات في أغلب مناطق الجمهورية، ده بسبب أن درجات الحرارة تنخفض لأقل من 5 درجات على المزروعات. أيضا كمان طبعا فرصة مؤهلة لتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، لأن درجات الحرارة تنخفض لأقل من 0، توصل ليه تحت 0 على مرتفعات سانت كاترين. ده طبعا بالنسبة للحالة الجوية أو درجات الحرارة. بالنسبة لفرص الأمطار اليوم، يمكن من خلال صور أقمار الصناعية بتوضح معانا تكاثر للسحب على سواحلنا الشمالية وبعض المناطق من محافظات الوجه البحري، والآن الأمطار بتسقط على بعض المناطق من مطروح، الأسكندرية، بعض المناطق من محافظات الوجه البحري، لكنها فرص الأمطار اليوم هي فرص أمطار خفيفة على أغلب مناطق الجمهورية. كمان الأمطار ممكن تمتد اليوم لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، هي طبعا الفرصة ضعيفة جدا لكن ما زالت الفرصة موجودة لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية. يمكن الأجواء دي هتستمر معانا غدا كمان بنفس معدل درجات الحرارة. احنا اليوم العظمى على القاهرة متوقع تكون 15 درجة مئوية خلال فترة النهار، خلال فترة الليل بتوصل ل7 و8 درجات. لما الكتل الهوائية بتكون كتل هوائية جافة وأحيانا لما يكون معاها نشاط للرياح بيخلينا نحس بدرجات حرارة أقل من القيم اللي أنا ذكرتها دي، ممكن بحوالي أقل من 2 ل3 درجات. يعني لو 15 درجة مئوية مع انخفاض نسب الرطوبة ممكن أحس بيها 13 أو 14 درجة مئوية. طبعا دي الحالة زي ما بنقول الجوية دي اللي مستمرة معانا كمان غدا الثلاثاء، لكن متوقع من يوم الأربعاء القادم بإذن الله نبدأ نتأثر بامتداد منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، بيتزامن معه طبعا وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا. يوم الأربعاء القادم هنشهد بعض التقلبات الجوية، ويمكن الأسبوع ده بيكون أبرد من الأسبوع الماضي من حيث درجات الحرارة، لأن احنا هنشهد انخفاض آخر في درجات الحرارة يوم الأربعاء القادم. متوقع تكون العظمى على القاهرة 13 درجة مئوية ده خلال فترة النهار، خلال فترة الليل هتكون ما بين 5 و6 درجات، يعني الطقس هيكون شديد البرودة خلال فترة النهار وخلال فترة الليل. أيضا كمان في عنصر تاني خلال يوم الأربعاء هو سقوط الأمطار، طبعا مع وجود المنخفض الجوي اللي في طبقات الجو العليا، والمنخفض كمان منخفض متعمق جدا بيعمل تبريد شديد في طبقات الجو العليا، هيكون في فرص للأمطار، هتكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة وهتكون رعدية أحيانا على كل المناطق المطلة على البحر المتوسط، سواحلنا الشمالية كلها وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، وأحيانا كمان هتساقط بعض حبات البرد على السواحل الشمالية للبلاد. أيضا الأمطار هتوصل كمان لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري وبعض المناطق من مدن القناة وسيناء، وكمان طبعا هتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة. أيضا القاهرة الكبرى وشمال الصعيد هيكون عليهم فرص لسقوط الأمطار الخفيفة. يعني الحالة اللي احنا نشهدها يوم الأربعاء هتمر على كافة أنحاء الجمهورية، الأمطار هتكون من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. أيضا يوم الأربعاء كمان هيفي نشاط للرياح، سرعات الرياح هتكون ما بين 40 و50 كيلومتر في الساعة على سطح الأرض. نشاط الرياح ده دايما بيزود إحساسنا طبعا ببرودة الطقس، زي ما قلنا إن احنا متوقع تكون 13 درجة مئوية يوم الأربعاء، مع نشاط الرياح هنحسها 10 أو 11 درجة مئوية، فالبرودة هتبقى شديدة خلال فترة النهار. كمان نشاط الرياح ده سرعات الرياح
السياح على البحر المتوسط بتكون طبعا ما بين 60 و70 كيلو متر في الساعة، فطبعا هيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط يوم الأربعاء، يعني ارتفاع الأمواج هيتجاوز 5 متر، كمان البحر الأحمر هيكون مضطرب، ارتفاع الأمواج هيتجاوز 3 متر، يعني احنا عندنا حالة سريعة من حالات عدم الاستقرار يوم الأربعاء القادم. الأجواء ده هتستمر معنا كمان يوم الخميس، انخفاضات درجات الحرارة، يمكن فرص الأمطار هتنحصر على سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري، نشاط الرياح هيعتدل نوعا ما يوم الخميس، لكن استمرار انخفاضات درجات الحرارة لأن احنا ما زلنا بنتأثر بالكتل الهوائية شديدة البرودة القادمة من جنوب وشرق أوروبا. الكتل دي طبعا احنا شايفين كلنا اللي بيحصل في بلاد الشام، و الكتل دي طبعا بتمر على بلاد الشام وهي بتبدأ تأثر علينا بالانخفاضات الملحوظة في درجات الحرارة اللي احنا بنشهدها، شهدناها الأسبوع الماضي ومكملة كمان معانا خلال هذا الأسبوع، على الأقل هتستمر معانا اليوم الجمعة القادمة. يمكن من يوم السبت نشهد تحسن نسبي في الأحوال الجوية، لكن هتعود تاني درجات الحرارة في الانخفاض يوم الأحد القادم. في صفحات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي بتحذر من الخروج يوم الاربعاء، هل الحاله هتستدعي ذلك؟ وايه اهم النصائح للمواطن المقيم؟ لا طبعا هي مش هتستدعي عدم الخروج من المنازل، بس احنا طبعا بنقول هي حاله من التقلبات الجويه، فيها عناصر جويه كتيره جدا، فيها انخفاض ملحوظ جدا في درجات الحراره، البروده هتبقى بروده قارصه خلال فتره النهار وخلال فتره الليل، نشاط الرياح اللي دايما بيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره وممكن كمان يؤدي لاثاره الرمال والاتربه على بعض المناطق من جنوب الصعيد، وكمان طبعا سقوط الامطار اللي كميتها هتبقى اكتر من اللي احنا بنشهدها خلال هذه الايام، فهي حاله عدم استقرار. لكن طبعا التحذير من الخروج، لا احنا لو خرجنا طبعا هننصح الساده المواطنين استمرار ارتداء الملابس الشتويه الثقيله خلال ساعات النهار وخلال ساعات الليل، ونخلي بالنا من البروده القارصه خلال الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. كمان طبعا الساده قائدي المركبات والمسافرين على الطرق، مع تساقط الامطار نبتعد تماما طبعا للساده المسافرين على الطرق، يبقى القيادة بهدوء تام واتباع كافة تعليمات المرور. المواطنين اللي هيبقى موجودين في الشوارع نبتعد تماما عن أعمدة الإنارة، أكشاك الكهرباء، ألواح الإعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع، والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية، لأن احنا أي تعديل في النشرة الجوية هنعلنها مع حضراتكم أول بأول. شكرا.